آی قاضی جزال فاطمه جلی حضرتی بیبی یا رحیمتا. فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاع إلى يعين. فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فما فيهم من آية من آيات ربهم إلا قاموا عنها محرزين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يتقموا من لو يشاء الله وأتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. فلو نشاء فمن نعمره ننكسه ومن نعمره وننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يعلمك دولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بنبي عربي ورسول مدني وأخيه أسد الله مسمى بألي وبزهراء بطول وبأم ولدها وبسديه وشبليه همعون الزكي وبسجاد وبالباور والصاد بحقا وبموسى وعلي وتغي والعلي وبالأسر والهدف الذي يجب بالسيف بحجم أدريه وعليهم صلواتي وسلام الألفا بليال ونهار وغدات وعشي أجب الآن دعانا وترم هم حجرانا وغض حاجات لنا لكل نهائي بنبي
وتقبل بقبول حسن الرب دعانا بنبي وعلي وولي ووسي وصل على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم تقبل منا هذه تلاوة القرآن حتى فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها تبلغ ثوابها إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما هذا الشهيد محمد وآله الأطهار بحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات Seçdiyə peyğəmbər və ali peyğəmbər. Qərib xanım, Qərib ağa, Seyyid Yusuf ağa, Allah cəhələmi, Əzəl Qubur, Bədvaris, Bivaris, Zəmin haqlarında salavaz edilir. Allah Şəhidin ruhunun şad olması xatirinə və yolunun davamlı olması xatirinə salavaz edilir. Allahümme səllə ələ Allah rahmet eylesin.